بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، هنتكلم تحت العنوان Working with Templates، الحديث عن التمبلتس أو القوالب الجاهزة اللي بيتيحها لي البرنامج. لو أنا عملت كليك يمين ونيو سلايد يا جماعة، هلاقي أول طبيب مفوض بيكون عبارة عن تمبلتس، وعندي عندي مديني زي قائمة مستديرة ما فيهاش غير أوبشن واحد بس اسمه Modern Interactions، وجوه منها طبعا مجموعة التمبلتس ديت. أنا لو جاست ضغطت على داونلود فري تمبلتس هيروح هلاقيه بيوديني على المكتبة التمبلتس الخاصة بالستوري لاين. هنا يا جماعة نلاقي مجموعة كبيرة من التمبلتس ممكن حضرتك تعمل لها داونلود. أنا نشنت على تمبلت خاص بالستوري تقريبا حركة 14 صفحة، أنا نشنت على التمبلت ده وعملت له داونلود يا جماعة. بخصوص أنت بتبتدي يعني بتدرج التمبلت الجاي، أنت بالظبط بتبتدي تعمل سيلكشن عليه، وفي اوبشن من تحت لو الناس اخذت بالها مني انسيرت انتو سينس انتو اي سينس. فعندي ثلاث اوبشنز، عندي كرنت سينس السينس اللي انا موجود فيه اللي هو الافتتاحيه، اور سيم از امبورتد تمبلت يعني زي ما هو كده احتفظ لك بيه لو كان هو في سينس الواحد انزله. لو كان مثلا هو ممكن ينزل في نفس السينس اللي انت كنت موجود فيه زي ما هو، اور نيو سينس انا كده كده اوريدي هبتدي اعمل له نيو سينس لوحده وابتدي اعمل امبورتيشن عليه. الامر طبعا كله بيرجع لاختيارك. لو انا قلت له والله لا ده على الكرنت سنس وابتدي انا اعمل له امبورت، فالاقيه حطه لي في لاير لوحده ما بين او في سلايد لوحدها. يعني انا كنت واقف في سلايد رقم واحد راح حطه لي ما بين تحت السلايد على طول. وطبعا هو كنترولبل، انا ممكن ابرمج كل واحده كل تاب من دول طبعا بتنزلوا معاها اللايرز بتاعتها وبتنزلوا معاها التريجرز بتاعتها، وكل واحده من دول يعني كانه تيم جاهز يا جماعه بيديني الكنترول عليه. انا جاست بس ممكن ابدل في الكلام، ابدل في الصور، واسيب الانتراكشنز ديت شغاله. ديت الفايده من قصه السيم. طيب انا يا جماعه عايز اعمل انا لنفسي سيم، خلونا نعمل كليك يمين ونعمل ديليت ونقول يس مثلا، ولنفرض انا عايز اعمل لنفسي سيم بمنتهى البساطه، اروح على قائمه فايل وهبتدي اعمل سيف از. لكن وانا بعمل سيف از يا جماعه مش هحفظه بامتداد البرنامج دوت ستوري، لا انا هحفظه كستوري سيم بس. هو ده كل الفكره، اكتب اسمه وابتدي احفظه كده. انا عملت لنفسي سيم. طبعا السيم هياخد السنس كله بكل السلايدز اللي فيه يا جماعه، وكل التريجرز وكل اللايرز والكلام ده، وابتدي يخزنه لي. ساعتها انا ممكن طبعا ارفعه على مكتبه البرنامج او ارفعه على الكوميونتي اللي احنا بنعمل داونلود للسين للتمبلتس بتاعته من عليه، او ابتدي اضغط واديه للناس وهكذا. تمام اوكي. طب لو انا كنت عامل داونلود لثيم معين ديت، اعمله امبورتيشن ازاي؟ بمنتهى البساطه جاست يا جماعه بتبتدي تعمل من فايل تعمل امبورت وتقول له والله ستوري لاين، فبيدي لك السنس بيدي لك الفايلز، ولا انت عايز تمبلت؟ انت عايز تمبلت ستوري لاين تمبلت. طيب هتروح والله على الستوري لاين تمبلت وتنشن على التمبلت اللي انت كنت منزله له. يعني انا تقريبا كنت لو انا قلت له اول فايلز انا كنت مخصص ديت، كان التمبلت اللي احنا عملناه له داونلود ولو عملنا له اوبن، فاوكي هيبتدي يفتح لي السلايد بيقول لي والله انت عندك سلايد 2 3 4، فبتخلص المشهد بنفس الفكره. انت عايزه فين؟ عايزه في لوحده ولا؟ فبقول له والله ده على الكرنت سين، بيقول لي انت عندك 1 2 3 4 وكلهم سيلكتبل كلهم يا جماعه. اللي بتضغط عليه بياخد الهوفر الازرق ديت، البوردر الازرق ديت انت عايزه يكون موجود معاك. كمان انت ممكن تضغط سيلكت عشان عايزهم كلهم اور نان، مش عايز تعمل سيلكشن لاي حاجه فيهم. كمان انت ممكن تعمل امبورت فروم، انت عايز من فين بالظبط، وتعمل سيلكشن برضه للباص المسار اللي فيه السيم بتاعك، وجاست بتفنش القصه. اوكي بتلاقيه ضايف لك السلايدز بتوعك على السين اللي انت كنت موجود عليه. هما طبعا اتضافوا على جنب يا جماعه. اللي انا لو انا كنت كبرت القصة ديت فضافوا كايه، ادي الاسئلة يعني نتعرفوا على القصة ديت. بس ده عبارة عن حاجة جاهزة وفيها كل التريجرز بتوعها، وفيها حتى الاستجابات ما بين صح او غلط او كده ما بين اللايرز، وبيديني ده الجميل في السيمز لما بتوفر عليك حاجات كتير يعني. تمام، كان فيها كويستشنز، وده اللي احنا هنحاول نتكلموا عليه ان شاء الله باذن الله في الفترة اللي جاي. ده بخصوص التعامل مع السيمز يا جماعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.